أيها السادة، تزينت جدران صالة العرض الرئيسية للفنون التشكيلية بلوحات جميلة أبدعها فنان تشكيلي من سلطنة عمان ضمن فعاليات مهرجان الجرين الثقافي 25. وعكست لوحات الفنان التشكيلي العماني عبر لغة الألوان الانتماء الذي يكنه إلى بيئته، حيث استدعت ريشته مراتع الطفولة بين بساتين النخيل بملامح طبيعية متجددة ومتغيرة في ألوانها وأشكالها بتغير فصول السنة. وسط براويز لوحات حملت بين طياتها الروح العمانية بألوان جريئة طبعت التراث العماني ويوميات القرية العمانية وما تحمله من بساطة العيش ضمن الطبيعة الخلابة التي توسع خيال الفنان إلى عنان السماء. قرية مفهوم يحتوي على عدة مفردات، منها الطبيعة الموجودة وكذلك المباني التاريخية القديمة والبيئة المحيطة من ما يمثل أو يميز مجتمع هذه القرية بمدارس الفن التشكيلي المختلفة. منابر إبداعية يستطيع من خلالها الفنان إبراز قدراته بما يتواكب مع الحراك الفني العالمي في شتى المجالات الفنية بما فيها من الموروث الثقافي والحضاري العماني. المعرض إذا تحدثنا عن الجانب الدلالي أو التعبيري للأعمال، هي لها علاقة بالموروث العماني والقرية العمانية وربما مسيرتي أنا كفنان تشكيلي. 36 لوحة إبداعية جسدت جسور التواصل بين الجمهور والفنان التشكيلي بكل ما هو مستجد في الساحة التشكيلية العمانية لنشر الذائقة الفنية. عائشة المديني، تلفزيون دولة الكويت.